بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بدء كلمتي أود أن أجزي جزيل الشكر لصاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر حفظها الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على الجهود المقدرة والبناءة التي تبذلها سموها في دعم مجالات التعليم بكافة أشكالها وأنواعها. إننا نحتفل اليوم 9 سبتمبر باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي والدول الأعضاء والمجتمع المدني وغيرهم لتوجيه رسالة موحدة وواضحة بشأن أهمية حماية المدارس وضمان بيئة آمنة للطلاب والأطفال لتحقيق تعليمهم. أطفالنا هو أهم ما نملكه، وضمان حقهم في التعليم سيساهم في تحقيق مجتمعات مزدهرة للجميع. نحن في دولة الكويت ننضم إلى نداء المجتمع الدولي للاتحاد من أجل حماية حق الأطفال في التعليم الآمن.